ما فيش اي دعم. شبان وفتيات بعمر الزهور دفعهم الحماس المتأصل بدمائهم لاستكمال تعليمهم، إذ استطاعوا بجهد جهيد تخطي الصعاب والمعاناة رغماً عن أنف القصف والدمار والشتات وانقطاع الكهرباء والحصار الذي فرضه النظام على منطقة الغوطة الشرقية. الصراحة أنا كنت بتمنى أخذ شهادتي وأدرس كمل صحافة، بس ما صح لي، ويعني ما في، وهلأ عاد ما بنعرف شو الله بيرد لنا وإذا بنكمل ولا لا. حال تلك المنطقة كحال مناطق عديدة في سوريا، وطلاب ريف دمشق مثلهم كمثل أي شاب سوري، لا شيء يخمد بركان عزيمتهم، ولكنهم يطالبون أن تتحقق فعلاً أمانيهم باعتراف دولي لتلك الشهادة الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، والتي تعتبر حالياً كالسراب في الصحراء في ظل بقائها على ما هي عليه من ورقة بلا جدوى. تسعى الآن وزارة التربية حثيثاً لبناء جامعة على الحدود السورية التركية لإخوتنا الموجودين في الشمال والموجودين في مخيمات اللجوء، أنه ممكن يدخلوا هذه الجامعة. هذا ما نقل إلي عن طريق وزارة التربية والتعليم. نحن في الداخل نعمل على المعاهد المتوسطة، طبعاً الآن اعترف في المعاهد المتوسطة كمؤسسة تربوية ضمن الحكومة السورية المؤقتة وضمن وزارة التربية والتعليم. لعل لتلك الإرادة الحديدية عند شباب سوريا أن تساهم في صياغتهم كبنية أساسية لإعمار البلاد وقهر النظام الفاسد بجملته، وتدفع المجتمعات والعالم لحراك سريع وإنقاذ جيل من هاوية محتومة رغماً عنه. الهيئة السورية للإعلام.